السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو الثامن تاع شابيتر كومبلكس بنحكي فيه على إكواسيون دو تيب زد ان إيكالا زد زيرو. دونك تابع معي. برشا تلامذة يعرفوا الإكواسيون دوزيام دوغري والإكواسيون ترازيام دوغري، ما يعرفوش تيب ديكواسيون هذا. فما تيب آخر راهو ديكواسيون اللي هو هذا زد على بيسونس ان إيكالا زد زيرو. باهي، شنو نعملوا فيه كي نلقاو تيب هكا؟ أول حاجة زد زيرو نحطوها سو فورم اكسبونونسيال، دونك زد زيرو نحطوها سو فورم اكسبونونسيال ار اكسبونونسيال اي تيتا. تعلمنا كيفاش نحطوها سو فورم اكسبونونسيال، كيفاش طلعوا الموديل، كيفاش طلعوا الارجومون. باهي، ناخذ اكزومبل توضيح بيه القصه. من بعد لي سوليسيون تكتبهم ديريكت، لا دلتا لا والو، تكتب لي سوليسيون ديريكت اللي هما زد كا يساوي راسين انيام دو ار هذه راسين انيام دو ار. واحد يقول لي سين راسين انيام، تكتبها كيك راسين انيام. تو نفسر شوي شو معنى اكسبونونسيال اي تيتا، هذه تقسم على ان بلس 2 كابي سور ان افيك ك ابارتيان ا 0 1 2 اكسترا لين توصل ان موان 1. فوالا هذه الواحد. تو ناخذ دوز اكزومبل توضح بها القصه. اكزومبل الاولاني ناخذ مثلا زد على بيسونس 4 يساوي 1. باهي، زد على بيسونس 4 يساوي 1 في الفورمة هذه. أول حاجة البيسونس هذه تحدد لي قداش من سوليسيون، معناها عندنا 4 سوليسيون لهنا خاطر زد بيسونس 4. دونك الآن هذا نحولو فورم اكسبونونسيال، قلنا هي اكسبونونسيال اي 0. باهي، لي سوليسيون نكتب لي سوليسيون سون زد على بيسونس ك يساوي راسين انيام راسين كاتريام، ما الان هي كاتر راسين كاتريام دو ان اكسبونونسيال اي 0 سور 4 بلس 2 كابي سور 4. جست نحل بارونتيز صغير على حكاية باخا نكملو افيك ك ابارتيان ا 0 1 2 3 نخفو 3. بنحل بارونتيز على حكاية راسين انيام. راسين انيام دو اكس معناها x puissance 1 sur n tout simplement x puissance 1 sur n. مو غادي جات حكاية راسين كاري، راسين هذيا هي بيد راسين كاري، معناها نقولو راسين كاري اللي هي x puissance 1 demi. مو غادي جات حكاية x puissance 1 demi. باهي، 1 puissance 1 sur 4 تقعد 1، معناها لهنا إيكالا 1، دونك إيكالا 1 هذاك exponentielle 0 sur 4 تقعد 0، دونك i k pi sur 2. وكل مرة نعوضو الكاب حاجة، دونك بور كا إيكالا زيرو زد زيرو نعوضو تولي إكسبونونسيال إي زيرو. قداش إكسبونونسيال إي زيرو؟ هي أن زد أن نعوضو الكا بار أن تعطينا إكسبونونسيال إي بي سور دو. قداش اللي هي إي زد لا بويسونس دو إكسبونونسيال دو دو تنحاو تولي إي بي اللي هي موان زان، وزد بويسونس تروا إكسبونونسيال موان إي بي سور دو تعطينا موان زي. هذوما لي سوليسيون، ما تنساش تكتب في الاخر اس دون سي، تكتب لي سوليسيون اما زاد 1 زاد 2 زاد 3 ولا تكتب هذيك 1 اي موان 1 موان زي. باهي، هات خلينا ناخذ اكزومبل اخر. ترا شوف ليكزومبل هذا، زد على بويسونس 6 يساوي 1 بلس اي. بويسونس 6 معناها عندنا 6 سوليسيونات، دونك 1 بلس اي نحولوه سو فورم اكسبونونسيال، نعمل الموديول لارجومون باش تطلع لنا راسين دو 2 اكسبونونسيال اي بي سور 4. فوالا، هذه تفهمنا كيفاش نعملوها في الفيديو يظل الثالث، دونك مريكل هذه. باهي، توا نقولوا لي سوليسيون سون زد كا يساوي راسين سيزيام دو راسين دو دو، تخليها كيك هذيك اكسبونونسيال اي تحل بارونتيز بي سور 4 كلها سور 6 بلس 2 كابي سور 6. تران سامبليفي شويه، هذيك تقعد سيزيام راسين دو دو اكسبونونسيال اي بي سور 4 سور 6 تعطينا بي سور 24 بلس كابي سور 3 avec k. ما تنساش هذه avec k appartient à 0 1 2 3 4 et 5. نخفو قبل 6 بواحد. فوالا، نعوضو تو زد 0 يساوي
نعوض الكا بار زيرو لهنا تعطينا اكسبونونسيال اي بي سور 24 زد 1 نعوضو ما تنساش الموديول دونك لاسين دو 2 اكسبونونسيال اي بي سور 24 بلس بي سور 3 احسب هذه قداش تطلع حاصل زد 2 نعوض لاسين دو 6 سين دو 2 اكسبونونسيال اي بي سور 24 بلس نعوض ب 2 تولي 2 بي سور 3 اكسترا اكسترا ناخذ مثلا زد 5 زد 5 نعوض لاسين دو 6 لاسين دو 2 اكسبونونسيال اي بي سور 24 بلس 5 بي سور 3 المفيد من بعد تكتب زد دون سي مادام طويل تكتب زد 0 زد 1 زد 2 اكسترا حتى كي زد 5 اخر ملاحظه لي سوليسيون هذوما لو كان نحبوا نصوروهم بون ما يطلبوش برشا حكايه التصوير لو كان نحب نصوروهم يتصوروا في سيركل مثلا لهنا سيركل دو ريون 1 الريون تاعنا 1 ونحط الاربع سوليسيونات تاعنا دونك هكا باش تعطيني كي المربع لهنا سيركل دو ريون هذا اذا كان تحسب كالكولاتريس تلقى يظهر لي 1.05 اوكي دونك تعمل سيركل دو ريون 1.05 ولا تقسم على 6 تكتب اللونج الاولاني هذا الاكس تنصورها بالكدا هذا الاكس تردوني هذا الاكس بيت محلاه بالكدا بتاعي هذا بي سور 24 نتخلص هذا مفيد خلينا نقولوا تطلع لهنا بار اكزومبل تحاول تقسم السيركل ل 6 6 كعبات بون نقولوا هكا هكا دونك 1 2 3 4 5 6 par exemple هذا هما لي سوليسيون كي يعطيونا سداسي الاضلاع اكزاغونال فوالا مهم على الاخر التيب هذا تاع ليكواسيون هذا تيب دونك اخر تيب تاع ايكواسيونات نتلاقاو في الفيديو التاسع ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله